يقول: ما رأيكم في من يقول أن الجماعات الإسلامية يكمل بعضها بعضا، فالسلفية من حيث العلم، والإخوانية من حيث السياسة، والتبليغ من حيث الدعوة، وكلهم يدعون للإسلام، ولا ينبغي أن ينشغل بعضهم ببعض في هذا الوقت والعدو متربص بهم، فما هو الرد على مثل هذه الشبهة وفقكم الله؟ أولا، ليست المسألة عقلية يعبر عنها بعاطفة جياشة حسب الظاهر، بل المسألة نص وإجماع، وما كان نصا أو إجماعا فإنه لا مجال للاجتهاد فيه، بل يجب تحكيم النص والإجماع وسلوك ما دل عليه النص والإجماع، فمن سلكه كان على الحق، ومن ذهب عنه ذات اليمين وذات الشمال فإنه راكب هواه أو جاهل ليس عنده فقه في دين الله. وهذه العبارة يردها شيئان: أولا، النص من كتاب ربنا وسنة نبينا مع إجماع أئمة العلم والدين والإيمان يرحمك الله، فقد توافقت هذه الأدلة الثلاثة على أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة ولا منجا من فتن الدنيا وعقوبة الآخرة إلا بسلوك الكتاب، بسلوك ما دل عليه الكتاب والسنة، والاعتصام بالكتاب والسنة. ومن ذلكم قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والمعنى هؤلاء المتفرقين في دينهم لست منهم وليسوا منك وإن انتسبوا إلى الإسلام. وأما السنة المتواترة فمنها حديث افتراق الأمم، وهو حديث صحيح أجمع على قبوله والاستشهاد به المتقدمون من أئمة العلم والإيمان والدين، وعدوه في أصولهم ومن ألفاظه: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فسرها ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: الجماعة ما وافق الحق، فإنك أنت وحدك يومئذ الجماعة. قال: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك فإنك حينئذ أنت الجماعة. تفسير ابن مسعود هذا للرواية الصحيحة، قال: الجماعة. وقد جاءت رواية ضعيف إسنادها ولكن معناها صحيح، ولهذا صححها بعض أهل العلم لشواهدها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل: من هي يا رسول الله؟
قال من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأجمع أئمة أهل السنة على وجوب الاعتصام بالسنة واستعمال الكتاب والسنة وذم الرأي المحض، وذم الرأي المحض. من ذلكم قول الفاروق أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي أعداء السنن، فإنهم أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. هذا أولا. ثانيا، من هي الجماعة التي هي على السنة المحضة الخالية من شوب الشرك والبدعة؟ هذه الجماعة هي السلفية، أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة. هذه ألقاب وأسماء لمسمى واحد، وهو من كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله مخلصا ذلك لله مجانبا الشرك والبدعة. هذه هي السلفية، وأساسها وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين الخيار مثل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبي العالية الرياحي، ومن بعدهم مثل الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة، ثم من بعدهم ومن عاصرهم كالحمادين والسفيانين والليث بن سعد والمعافى بن عمران، وأئمة الحديث الستة، ومنه وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومن كان على هذا المسلك من أئمة العلم والدين والإيمان. هذه هي جماعة الحق وحدهم، وليست جماعة غيرها على الحق، سواء كانت الجماعة قديمة كالمعتزلة والأشاعرة أو حديثة كالجماعة التي ذكرت في السؤال. كل الجماعات الدعوية الحديثة ضالة مضلة. ويدلك على هذا أن كل جماعة منها وضع لها قواعدها وأصولها التي تدعو إلى الإسلام من خلالها كما تزعم مؤسسوها، ثم سار على نفس الدرب والمنوال المنظرون في كل جماعة. إذن هذه دعوة كاذبة، فالاختلاف بين هذه بين الجماعة السلفية أهل السنة والجماعة والجماعات الدعوية الحديثة اختلاف تضاد واختلاف تنوع. فإذا أراد المسلمون العزة والتمكين في الأرض والتثبيت على الحق والهدى فلينحازوا إلى الجماعة السلفية، فإنها جماعة الله في أرضه، هي الجماعة
التي حظ عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإياكم إياكم معاشر المسلمين من سلوك بنيات الطريق. نعم.